السلام عليكم. ألو، السلام عليكم. كنت تفضل. عايزة أسألك على حلم كده بحلمه كل فترة. تفضل. ألو، تفضل افتح حلمك. كنت بحلم حضرتك إن أنا ببقى مثلا تايهة في مكان أنا معرفوش، وحد بيجري ورايا وأنا بجري جامد جدا في المكان ده. نعم. يعني بيتكرر معايا الحلم ده كل فترة، بس يعني إيه، في أماكن مختلفة، بس ببقى لوحدي في الحلم ده. يعني انت عامله ايه مع الله يا حبيبي؟ مع إيه؟ عامله ايه مع ربنا في الصلاه والعباده؟ الحمد لله، يعني انا الصلاه بواظب عليها الحمد لله. طيب في المعاملات، ايه في المعاملات في في الايه؟ في المعاملات بالمعاملات بين الناس، في معامله الحمد لله، الجار، في معامله، ما بعملش حد وحش يعني. ربنا يبارك فيك. طب ان شاء الله اجيبك عبر التلفزيون ان شاء المولى حالا. التيه والتوهان هو امر يخص علاقه العبد بالناس، هو امر يخص، لان المفروض الانسان وهو مع جماعه لا يتوه، ده بيدله وده بيرشده وده بيوجهه. ماشي يا ام حبيبه او يا اخت حبيبه. الانسان وهو مع جماعه من الناس، لا حتى في الطريق، يا اخي فين الطريق اللي بيؤدي الى كذا، يقول له امشي من الحته دي وخش هنا. فالتوجيه هنا مع الجماعه. انت بتقولي انا بشوف نفسي لوحدي، هناك شيء في المعاملات. واحنا قلنا بالامس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتدرون من المفلس؟ قيل: المفلس يا رسول الله. خلي بالك، خلي بالك، والله كلام النبي لنا كلنا. أتدرون من المفلس؟ قالوا: المفلس يا رسول الله من لا درهم له ولا متاع، اللي ما حلتوش حاجة خالص. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وزكاة وصيام وحج، عمل كل حاجة حلو كويس جدا. طب مفلس ازاي يا رسول الله؟ ويأتي وقد سب هذا وشتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيؤخذ من حسناته وتطرح عليهم، ثم يؤخذ من سيئاتهم لو ما كفتش الحسنات وتطرح عليه، ثم يطرح به في النار. يبقى الإنسان لما بيتوه بإيه؟ ممكن تكوني قاعدة مع جماعة زي ما قلنا، وجماعة خدتهم الجلالة، يجيبوا في سورة فلانة، فلانة عملت، فلانة سوت، فلانة بتروح عند فلان، فلان بيروح عند فلانة، فلانة بتحب فلان، فلانة بتعشق فلان. هذا بقى دور المجتمع النهارده، مجتمع الشائعات والأباطيل والخوض في الأعراض. فأنا نلقى الله جل وعلا هو راض عنا.